بسم الله الرحمن الرحيم. وعشرك ان تعال وقد بي اتش بي اقول سعودي بي دي او بي اتش بي ديتا وبشفتي اكستيشن كان سيدا ديتا دا لو غلاش بحو ما يسكي يال صو عشرك ان اقود ميوحان الفوق هذا ناي سيدا حوكتا لو قدره ديتا بيسكا او استعمال ايا بريبير ستيتمنتي صو هاد يروح نيوغينا سيدا ديتا دا لو ابديت كريو اما حلوق بدلو كبعدنا حلو ديليت لو بسميو صو انتنا ايونكو بقريسانا فايل كينن ايونكو بقريسانا فايل كينن كوبي ايونن هاي نيو فايل ايونن سمينينا نيو فايل ايونن سمينينا وكوبي استيقرن حنو بحلنا اما ايا دليت لتفيسي لبادة ده هكذا يكو شرحينا سمركو راح نكو ريسانا ايونن الوحوك تابليت كرين كرنو ماشان ايا كويرغن ايا بدليسة ابديت لا ايونا تشارع المقع ايون بدلنا مقع سيت مقع ايونو لمدي هاي على الهو question mark. So وين تقدر تعرف statement اللي هو وبعد هذا سوى ID ولم يهاي question mark. بدل table حكي بدل مقع عنا وحد كريت مقع على سوى قلنا يو كل record كاس ID سوى ولم يهاي انت اي record بقولي هاي ID كارا. So اكو حين سمع عنا بين فاريو قلنا and اما هكذا نقول بالنيم البارامتر اللي استعمالك أو سيدنا قلاه غير مقع ولا مدي هاي مقع ID يقول ولا مدي هاي بلش بدر كده على هنا ID so هالكان ID كين بدلنا يسوق هذا النا هالكان مقيس so ID وحنا نتشان هر نقف ك ID شيء هاي نمبر حل إن نروح بدله ومقيس كده يقولوا هذا الافتتاح بدل مدي هاي حنو كده إن واحد له واح كده بدل ميس انت هم بس مينيسا شوف هادر تشارحان انت نسيف كارين اي ديقة هل حاوتا تفتح فريس انو انت لك مقع اينا يبدل له سو حالي لهاي سيف اين لان هاي كبعدنا وينر اكن رفرش كبعدنا اوكا قف هي اي دي سوونها بمقعيس وبدري فهذا يو بدري سيدوك راح ديك راح الاسلا سقوا حد كله بدري كرت فريس حلال المقع فهذا وبدل فرهنا باسورد كيسا اما فره بدل ان او عاد كريك تفضع على له ان 5566777 سو هل كان نوين البارامتر كي كالكو درنا آن اين لين هاي اما هكذا يقولون انها آن اما حالا انها هكذا ست مقع انو لمده مقع فورنا كوبا مركب لتكرنا سوية انو لمده هاي بحالا سوء قريو فورع سيفا يقولون انها كبا عمينا اكنا يتكيسي هذا راح اسمي بدنا فريسي واكا مقع يسيووتا كاسين هذا بدلا لا سوف سفرش وكفريها يو بدل سيدوك راح استعمالي كارتاوح لانه بليس هولاريس ماش انا اذكر اكتنين من البارامترس كاها كريسا كويشن ماك كان واحد كريسا كويشن ماك كان واحد كريسا كويشن ماك سو هاقو هريني مركا مقع ايا هو هريني هل كان مقع ايا نمبر ون سيرينا بايسا هاقو هريني هذي كان هلو خلاد ايا كاقا ايمان كرا مقع بدل بالل هاي ID وهو طفرها كو إيقاو نمبر 2 وطا و بليش هولر اسمير كان استعمالينو ID وهو قدم دي وهو طا نمبر 3 سو حان لنا هاي مقع عيان بدلنا عنا فريقا إنا تسانا قفك ID كسو نمبر لبي هاي عيان وحان فريقا إنا مقع عيسا هذا المقع عيدو حالا لها وحان ما لنا كبرتا هاي هاي حالا أحمد فريسنا وانتو 3321 كنا بريد كرينا نايا عنو كريينا احمد وحنو كريينا محمد فريس وحنو كريينا مو عنو كريينا حلو 555 666 سينو كريينا كو قبالنا سيف ايانا نهاي حقنا ينمانا هذا رح بيسمي بدلين وي رفرش مصمين رفرش ايانا سمينا يا قبالنا احمد وحقي ويش بدلين
محمد بس بدري فريزة صو قاسنوع أبديتينك سيد عوقت اللو أبديت قرية هذا استعمال عليها بليس هولرس قدم بينا حثمانا سيد عوقت اللورد اللي دو منو استعمال عنا إسلا بليس هولرس كنن إسكي يلكم بين بدرينا حالكن أمين بدرينا عنا عنا delete from arday table ka arday laho where id lamihay id ga soo saaray marka waxaan kala dhuma baahnin qofka id ga hadii halka lagu qaxayayna dhidideyna oo aynu ka saarayna xogta ka saarayna so halanahay qofka id ga soo saaray 3 id ga soo yahay 3 why id ga halkan halka lagu jiraa place ka koowaad halka bliska uu ku jiraayeen doorayna halkana qofka ID ga sii yahay 3 soo hadeen save kareyno qofka ID ga sii yahay 3 waa qofka loo aash soo hadeen refresh kareyno hamish ka baxaysa aash ayaa mesh ka baxday si aad u aragtaa waxaanu kala isticmaali karnaa waxa la dhaho name parameters waxaanu ID ga sii leedahay ID oo waxaanu halkana waxaanu qaadanaynaa waxa la dhaho ID ayaanu qaadanaynaa أو بارامترك بلوم دي هاي حال دي دي بنات سرعان 4 سيف ايان لان هاي اي ديغا 4 قف كينو بيتش راحوية عالية حدين رفرش كرينو حامشك بحيسا عالية ايا مشك بحيسا آدي آد يوم هاي سنتهين وانو يعشرة دم بي او حيسالة او كو سابسان بي هيتش بي وحين ان شاء الله شرح دونا Object Oriented Programming with PHP